ان شاء الله النهارده هنشرح الجزء الثاني من الاير كونديشنينج. كنا عملنا فيديو قبل كده عليه ان شاء الله هنخلصه. كيف عندنا جزء الكومبوننتس والابسوربشن سيستم. اوكي ماشي. سريعا كده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان احنا كنا راجعنا على يعني ايه اصلا اير كونديشنينج سيستم والاير هاندلنج يونت بتتكون من ايه والسبيس ده ممكن يبقى عندنا كيو بتاعتنا ممكن تبقى سنسبل هيت او ليتنت هيت ويعني ايه سنسبل هيت فاكتور. ده كان حاجه مهمه جدا عندنا وما كناش غير على الكولينج تقريبا والميكسينج. النهارده هيبقى عندنا في الهيتر والسبراي الديهوميديفيكيشن والميكسينج. اوكي ماشي. اول حاجه هنتكلم عنها هي الهيتنج. طيب الهيتنج ده بيبقى عندنا فيش غير الهيتنج سنسر. لو بيبقى عامل ازاي على الشارت ان انت تبقى عندك كده تبقى عندك نقطة واحد اهي بتسخن توصل نقطة اتنين هورزونتال لاين ابسايد بتبقى كونستنت. اوكي ماشي. الدرجة التمبريتشر هي اللي بتزيد. طب لو جيت اجيب الكيو بتاعتي الكيو هتساوي ام دوت توتال في اتش اتنين ناقص اتش واحد. تمام. والاتش بتتجاب منين؟ بتتجاب من الخط ده كده بتبقى بيربنديكولار على خط اتش دي اتش اتنين ودي اتش واحد. طيب معانا سالنا على السيستم وبعد كده ايه هيبان معانا في مسالتين نحلهم بشكل المسائل دي عامل ازاي بيجي في الامتحانين. طيب تاني حاجه الابزوربشن او الديهوميديفيكيشن سيستم ده بيبقى عامل ايه؟ بيجيب حاجه اسمها سيليكا جيل بيبقى ماتيريال كده تمام بتقبل الرطوبه. يعني انت بتعدي عليها الهواء في رطوبه تسحب هي منه الميه وتخرجه ما فيهوش رطوبه تمام بتبقى كونستنت اتش. عامل ازاي؟ بيبقى عندي ان انا السيستم بتاعي عامل كده ادي النقطه هنا ده خط الاتشات بنزل لتحت كونستنت اتش من نقطه اتنين من واحد لحد اتنين. لو تفتكروا ايفابوريتيف كولينج او ان انا برش ميه بتحرك على نفس الخط كونستنت اتش بس لفوق ان درجه الحراره بتبقى اقل بيبرد يعني السيستم. طيب زي ما اتفقنا قبل كده الام دوت ووتر بتساوي ايه؟ بتساوي الام دوت دراي اير دلتا الابسون. دلتا الابسون من واحد لاتنين الابسون ايه اللي حصل لها؟ دي الابسون الابسون قلت فطبيعي الابسون قلت ان انا سحبت ميه من السيستم بتاعي. طيب اللايف تايم بتاع السلك جل ده بيساوي ايه؟ لو جيت اتكلم على اللايف تايم بتاعها اللايف تايم بتاعها هيقول لك هو عباره عن الام ووتر على الام دوت ووتر. جميل كده. ده هيديك اللايف تايم بتاعها ان هي والله الماس فلويد بتاع الووتر مثلا 5 كيلو جرام بير سكند وهي تقدر تشيل مثلا 500 كيلو جرام فتقدر تحسب والله ان هي بيعدي عليها 5 كيلو جرام بير سكند وهي مش هتشيل اكتر من 5 كيلو جرام فتقدر تقول والله اللايف تايم بتاعها قد ايه. جميل. طيب السيستم اللي معانا التاني الايفابوريتيف كولينج. الايفابوريتيف كولينج ده كلنا عارفينه عادي اللي هو بيبقى عندك كده كونستنت لوب بالب تمبريتشر خط لوب بالب تمبريتشر او خط الفايف 100% فتبقى عندك ادي واحد بتطلع لحد واحد وادي اتنين ودي درجة حرارة المية ادي التي ووتر. جميل. اللي هي بتساوي الويب بالب تمبريتشر وطبعا كل ده كونستنت اتش. جميل. لو جيت اتكلم هنا على الام دوت ووتر فهي برضو عباره عن ام دوت اير في دلتا الابساي ابساي 2 ناقص ابساي 1. طيب لو جيت اتكلم على الافشنسي بتاعت السبراي ده زي الايفابوريتيف كولينج بالظبط الافشنسي هي عباره عن 2 ناقص 2 1 دي الضلع ده على 1 اس الضلع الكلي تمام. فانت عندك 1 2 على 1 اس. طيب اجيبها اتشات اكيد مش هينفع اجيبها اتشات انت عندك الاتش كلها ثابته. طب اجيبها ايه؟ اجيبها دراي بالب تمبريتشر اجيبها ابساي. هو بيبقى عايزها ايه؟ هو بيبقى عايزها ابساي. انا عايزك تقول له والله ابساي 2 ناقص ابساي 1 على ابساي اس ناقص ابساي 1. طب ليه عايزها ابساي؟ عشان انت السبراي ده في الاول وفي الاخر هو بالانس على ميه فبالانس الووتر بيجاب الابساي. جميل. ان انت عندك
الماس بتاعت الووتر السبراي ده فعلا مرشها يا ام دوت اي دلتا اب ساي، واللي كان ممكن يرشها يا ام دوت اي دلتا اب ساي، يا ام دوت اي راح مع ام دوت اي. تمام. طيب طبعا الباي باس فاكتور هو واحد ناقص الافشنسي، فهو عباره عن 2 اس على 1 على 1 اس. جميل. 2 اس ده لو طول الدلاية. تمام. و1 اس ده لو طول الدلاية الكبير. طيب السيستم اللي معانا بالفاضل هو السيستم اللي معانا بالفاضل هو الميكسي باي باس. فانت مهم جدا يعني انت عندك الامتحان بيبقى الاكيد بيبقى موجود فيه، بيبقى فيه هيتنج، في كولينج، في باي باس، في ايفابوريتيف كولينج ولا لا على حسب. الغالب بيبقى في الثلاث الاربع سيستمز دول مع بعض. طيب لو نيجي نبص على الميكسينج، ميكسينج باي باس ده هو بيتكلم عليه عامل ازاي بقى؟ ان انت عندك السيستم بتاعنا كده داخل نقطة ام. تمام. عندك مثلا هنا في هيتر او كولينج على حسب هو بيعمل ايه في الاول، جاي يدخل نقطة واحد بعد كده بيروح جاي حاط هنا مثلا سي اي حاجة هيتر كولينج اي حاجة تاني، لو جاي نقطة واحد دي معدي حبة على الهيتر هنا وحبة حتى حبة فوق باي باس، بياخد هي نقطة اتنين ويعمل معاها دي ستير واحد، فتعمل ميكسنج مع واحد وتخرج من نقطة سي. طيب الباي باس ده من كتر ما عدى عليكم ايه فايدته؟ هو فايدته في البارت لود. تمام. يعني انت لو عندك الكولينج ده مثلا كولر، فانا مش عايز ابرد قوي، فهعدي حبه وهعدي حبه سخونه واعملهم ميكسنج. طيب اللي خلينا متفقين منه ان احنا دلوقتي لو عندنا ادي الشارت كده. تمام. عندك ادي مثلا ادي او وادي ار وادي نقطة ام اللي جبتها وادي سنسبيليت فاكتور فجبت نقطة سي. جميل جدا. انا عارف بقى ان انا ام دي مثلا اللي عملتها مثلا ده كان كولينج فسخنته لحد نقطة واحد. تمام. طيب انت عارف بعد كده يعني خلينا دايما لما نبص على المسألة نبص عليها يعني اوفرول ونعرف مين النقط اللي على خط واحد. تمام. اولا نقطة ام هتتبرد نقطة واحد، فانت عندك دي ام هنا تتبرد لواحد وعارف ان هي تخط 100% في نقطة اس، صح كده؟ تمام. انت لو قلنا لما بنبرد ما بنوصلش ل 100% بس هي على نفس الخط يعني من ام ل اس واحد بينهم. بعد كده عندي واحد دي مثلا هسخنها لنقطة اتنين. تمام. مثلا هسخن واحد دي لحد نقطة اتنين، بعد كده هعمل ميكسنج بين واحد واتنين اجيب سي. جميل. فانت عارف ان المفروض تبقى نقطة سي بين واحد وبين اتنين. طيب كان في حاجة تانية يعني عندك هنا ادي ام وسي وادي مثلا نقطة اس، فبوصل دي جبت نقطة واحد. انا معرفش واحد موجودة فين. تمام. انا مثلا سي انا عارف نقطة سي، انت عارف ان واحد واتنين وسي على نفس الخط وهوريزونتال، فانت عارف ان انت لو مديت خط السي ده هوريزونتال كده يبقى دي نقطة واحد، عشان قلنا واحد على موجود على خط اس وام، اس وام واحد عليه، وعلاقة سي واحد واتنين هما هوريزونتال، فانت لو عملت خط هوريزونتال بين سي جبت نقطة واحد. تمام. طيب نقطة اتنين موجودة فين؟ اكيد نقطة اتنين موجودة يمين نقطة سي، عشان خاطر ميكس بين واحد واتنين يجيب سي، فمثلا نقطة اتنين موجودة هنا، دي بقى تعرفها في المسألة. تمام. بس انت عارف ان نقطة اتنين موجودة على نفس الهورزونتال لاين، بمعنى ان هو ممكن في مسألة زي دي اقول لك يعني الموضوع بيجي ازاي، ان هو هيقول لك مثلا عندي نقطة ار بكذا ومديك الاتشات بتاعة الار والسي، فانت خلاص معاك نقطة او. تمام. ومعايا نقطة ار ومعايا نقطة سي. جميل. هيديك الفاي بتاعت نقطة اتنين، فانت عندك ادي الفاي بتاع نقطة اتنين، اتنين موجودة على الحتة دي. جميل.
مديك التمبريتشر بتاعت السيرفس، جبت انت نقطة ام من الميكسنج مثلا، الناس قد بعض، مديك تمبريتشر السيرفس اللي هو تي اس. جميل، انت عارف ان من ام لحد اس ده خط واحد اللي هو بتاع الكولينج، نقطة واحد اللي هي هتبرد موجودة على الخط ده بس معرفش فين. تمام، بعد كده قال لك هعمل هيتنج لحد نقطة اتنين. فاحنا زي ما قلنا من شوية، انت عندك ادي اول خط انت عارفه منفصل ام و واحد و اس. الخط التاني ان انت عندك واحد هتسخن لحد اتنين، بعد كده هعمل ميكسنج بين واحد واتنين اجيب نقطة سي. فانت عارف ان واحد و سي واتنين على خط هوريزونتال، فانت اول حاجة هتطلع تعملها ان انت عارف ان انت الدنيا عاملة عندك سي وادي اتنين. اخد بقى الرسمة دي واحاول اركبها هنا. حالا انت ايه النقط اللي انت عارفها هنا؟ عارف نقطة ام وعارف نقطة اس وعارف نقطة سي. طب عشان اجيب واحد واتنين انا محتاج خط هوريزونتال، فراح ماشي خط هوريزونتال كده، قطعت الخط ده جبت نقطة واحد، قطعت خط الفاي لو مدوني جبت نقطة اتنين. فهي المسائل بتترسم بالنوع ده، ان انت بتبقى اللي هو النقط دي كلها جايه منين. لو فهمت الدنيا ماشيه ازاي هتلاقي ان هي في هورزونتال لاين بتعمل، في خط سنس وليد فاكتور بيتعمل، بتلاقي نفسك جبت النقط كلها. جميل، النوع ده من الجزء ده في المنهج اصلا محتاج ان انت تحل كتير عشان تتعرض لافكار كتير. ما حليتش كتير هتقعد تفكر كتير في الامتحان، والامتحان بيبقى محتاج تحل بسرعه. عندنا برضو ساعات الجزء البارت لون ان هو بيعمل باي باس للريتيرن اير. يعني ايه باي باس للريتيرن اير؟ ان انت عندك دي الاير هاندلنج يونت بتاعتك، تمام، وقلنا هنا عندك نازل ار وعندي هنا او وبيخرج هنا ام. تمام، هاجي مثلا هنا اروح مركب ديفايس يخرج عندي هنا واحد، بيروح عامل ايه بقى؟ بيروح جايب جزء من الار ده وراح عامله، تمام، فيخرج عندي هنا نقطة سي. طب دي لما اجي ارسمها ترجمها ازاي؟ انا دلوقتي عندي ادي نقطة او، ادي او وادي ار وادي سي ادي ام اهي، تمام، وانا بردت لحد نقطة واحد. خلينا بقى نروح على جنب نشوف علاقتهم ببعض ايه. انت عندك ادي ام بردت لواحد، ادي ام بردت لواحد وعندي هنا نقطة اس. جميل، عندك بعد كده عملت ميكسنج بين واحد وبين ار، يعني عندي ادي لو دي ار فانا عملت ميكسنج بين واحد وار فهوصلهم ببعض كده، نقطة سي موجودة في النص دي. تمام، فلو جيت وصلت هنا ادي نقطة اس فهوصل كده دي بدي، تمام، ادي نقطة ار هي مش هيتنج هو ميكسنج، فانت ادي نقطة واحد اهي جبتها اوصل واحد بار نقطة سي موجودة في حتة في النص اهي. تمام كده، طيب دي ممكن برضه لو هيفكر لي فيها يفكر لي بيها ازاي؟ ان انت هيبقى مديك السنسبيليتي فاكتور، سيبك من نقطة واحد السنسبيليتي فاكتور مثلا قال لك والله ان عندك ادي كده نقطة سي موجودة في حتة على الخط ده. تمام؟ لا بلاش الخط مش هينفع، خلينا نتكلم ان هي موجودة يا سيدي على الخط ده، خط سنسبيليتي فاكتور. ده خط السنسوري فاكتور بتاعك. جميل، انت عندك نقطة واحد لقيتها هنا، تتوصل دي بدي. المهم في خط السنسوري فاكتور بقى مديهولك، يعني خلينا نقطة واحد فدلوقتي لما عملت واحد بار وصلت الخط واحد بار ده، انت عارف ان نقطة سي موجودة على خط بين واحد بار، وعارف ان نقطة سي موجودة على خط السنسبيليتي فاكتور، فتقاطعوا الخطين مع بعض اللي هي النقطة دي نقطة سي. جميل، فهو النقطة دي عن طريق تقاطع الخطوط، ان انت عندك دلوقتي بين هي مش هوريزونتال لاين، هي تقاطع مع السنسبيليتي فاكتور ومع نقطة او ار، يعني ادي نقطة ار اهي
وادي خط السمريت فاكتور بتاعك اللي هو كده مثلا بيعدي كده، تحطه على الاتنين مع بعض يجيب لك نقطة السي. جميل. طيب الباي باس فاكتور دي خلاص قلناها. لو عندي دلوقتي نقطة واحد وسي اس واحد اس ام، دلوقتي لو انا عندي دلوقتي في كولر كده، انا عندك نقطة او ودي ار ودي ام، وبعد كده وصلت ادي نقطة S ووصلتها كده تمام، وعندك هنا ادي دي كده نقطة C تمام، وجيت سخنت وعايز اقول لك هات لي الباي باس فاكتور. فاولا انا ما اعرفش دي فين، قال لك الباي باس فاكتور ده بيساوي 1.6. الباي باس فاكتور ده كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي 1S، انا واحد ما اعرفش هي فين، واحد اس على الام اس، واحد اس اللي ما عرفهاش فين على الام اس كلها. طب انت عارف الام اس دي بكام؟ هتجيب واحد اس دي برقم، فعرفت الواحد اس موجود هنا، ادي نقطة واحد، بس هوصل واحد دي عن طريق الارض تمام. يعني هو هيديك مثلا خط السنس وليد فاكتور ده كده، بس انا لو انت جبت نقطة واحد فتحت ماشي هوريزونتال لاين عشان هو مثلا هيتا، جبت نقطة سي تمام. تاني دلوقتي هو انت مديك خط سنس وليد فاكتور، يعني عندك ار بس عندك نقطة سي موجودة فين على الخط ده تمام. يعني هي المسألة عبارة عن انت عندك داخل ام، وعندك هنا ده كولر، وبعد كده عندك هنا هيتر، فانت عندك خارج هنا واحد، وواحد دي هتسخن توصل نقطة سي، فانت عارف ان العلاقة بين واحد وسي هي هوريزونتال لاين، والعلاقة بين ام واحد واس هي على خط التبريد ده. فعندي هنا معايا نقطة ام اس بس معيش واحد، بس بالباي باس فاكتور جبت نقطة مين؟ جبت نقطة واحد، ولما جبت نقطة واحد همشي هورزونتال لاين اجيب نقطة سي لحد ما اقطع خط السنسوري فاكتور اللي هم دول تمام. في المسألة ما بيقولكش انا عشان اوصل من نقطة ام لنقطة سي اعمل ايه؟ يعني انت ممكن تقول والله انا ممكن اركب كولر وبعديها اجيب هيوميديفاير وبعد كده اركب هيتر وبعد كده اعمل اركب سبراي تمام. انت مش بتعمل ديزاين عشان يقول لك يعمل كل ده. المفروض لو انت حابب تستنى وانت بتحل المسائل تشوف هو عايز يوصل من نقطة ايه لنقطة ايه. يعني مثلا هو عايز يوصل من نقطة مثلا زي او دي، يعني انت عندك هنا ادي مثلا نقطة او ده الفريش بتاعك، وعندك مثلا ادي نقطة ار، وعندك مثلا ادي نقطة سي، اوصل لدي ازاي؟ ايه الديفايس اللي ركبها عشان اعمل حاجة زي دي؟ ممكن مثلا والله واحد يقول لك انا هوصل او بار دي كده ادي نقطة ام اهي، انزل كونستنت اس مثلا كونستنت اتش، اركب سيليكا جيل وبعد كده اورد سنسور كوبك مثلا، دي طريقة هتكلفك كام الطريقة دي؟ ما اعرفش. طيب ممكن واحد تاني يقول لك طب والله انا ممكن نقطة ام دي من فوق كده ابرد لحد مثلا هنا بإفشنسي معينة للكولر أنا اللي اختارها، لو قدرت أجيبها وبعد كده أروح مسخن مثلا لحد نقطة سي. في واحد تاني قالك أنا لو بردت أصلا ممكن ما أوصلش للخط الهوريزونتي، يعني ممكن لما تيجي تبرد هو ده كده 2.4 درجات الليمت بتاعك، ما أقدرش أبرد أكتر من كده عشان بعد كده أعمل هيتنج فاهم. فهي هو اللي بيدخلك في النوع ده من المسائل تمام. في عندك برضو فريش اير سيستم اند ايفابوريتيف كولينج. جميل. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هو السيستم بتاعك ده الفريش اير داخله هو على طول، بقى يخرج منه سي هيطلع فوق في السبيس، يدخل هنا سي ويخرج ار، او ار مش متصلين ببعض. جميل. طيب ايه اللي بيحصل هنا في السيستم زي ده؟ انت عندك مثلا ادي كده، عندي هنا دي نقطة او مثلا
ممكن على نفسي محتاج سبراي بس، معرفش من اول سي جبت خلاص نقطة سي، وبعد كده بيجي الروت بتاعي بياخد من سي لار والباقي بيترم، مبيوصلش او ار. طيب لو انا كان عندي الاتش بتاعت او اكبر من الاتش بتاعت ار، يعني لو انا عندي دلوقتي، لو انا عندي دلوقتي كده ادي خط الاتشات، ادي عندي اتش وادي اتش، ادي اتش او وادي نقطة ار، تمام. ساعتها بعمل ايه عشان اوصل مثلا لنقطة سي اللي هي انت عندك كده خط السنس بالفاكتور اهو، وانت عارف مثلا نقطة سي دي موجودة تحت شوية، خلينا نقول مثلا الاتش بتاعت ار موجودة نقطة. ساعتها عشان خاطر اوصل لنقطة سي اللي هي هنا مثلا، بلاقي نفسي ان انا محتاج مثلا ابرد، افضل ابرد ابرد ابرد، وبعد كده مثلا اروح لافش ميه، تمام. ده هو مش هيدخلك في طريقة ان انت ازاي تعمل حاجة زي دي، بس عارف يعني ممكن تتصرف ازاي. طيب تاني سيستم عندنا بيقول لو عندي different spaces with different sensibility factor، يعني ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي انا عايز تلات اوض كلهم هيتبردوا نفس الحاجة، يعني كلهم انا عايزهم عند 23 درجة، ولكن مش كلهم عندهم نفس اللود. يعني مثلا في اوضة مثلا فيها غلاية وست بني ادمين ومش عارف ايه، في اوضة ما فيهاش غير بني ادم واحد، فانت عندك اللود السنسبل والليتنت مختلف، لان اللود كيو توتال هتساوي ام دوت في دلتا اتش، صح كده؟ طيب فانت الام دوت توتال دي ممكن هي اللي تتحكم فيها، ممكن تتحكم في دلتا اتش، فانت لو ثبتت الماس بتاعتك هتتحكم في الدلتا اتش. طيب دي بتتعمل ازاي؟ ان انت عندك اي سيستم واحد، اي سيستم اتنين، اي سيستم تلاتة، وبروح ادخل هنا دي نقطة سي واحد، ندخل هنا سي اتنين. ازاي؟ ان هو بيروح مسخن مثلا او مبرد على حسب، سي اتنين سي تلاتة وبيروح على من هنا كده، دي الانجليزي بتاعتك، وادي نقطة ام، ودول كلهم ار عادي، ودي او، وادي هنا اروح مطلع السي بتاعتي، تمام. دي لما اجي ارسمها برسمها ازاي بقى؟ انت عندك دلوقتي ادي نقطة ار، عشان خاطر كل واحدة فيهم عندها لود مختلف، فالسنسبل هيت فاكتور بتاعها مختلف، اللي هو كنا بنقول انه بيساوي كيو سنسبل على كيو توتال. فدلوقتي انا عندي دلوقتي خط، ادي سنس، ادي خط اهو، ادي خط اهو، ادي خط اهو، دول تلات خطوط سنسبل هيت فاكتور بتوعي، جميل. طيب ايه علاقة سي واحد بسي اتنين بسي تلاتة؟ هي اصلا نفس النقطة بس سخنتها. فلو عندي مثلا انا جبت ادي سي واحد اهي، فانت عارف ان سي اتنين وسي تلاتة، ادي سي اتنين وادي سي تلاتة، تمام كده كلهم على نفس خط الايه؟ الهورزونتال لاين. بعد كده مثلا عملت ميكسنج بين او، ادي او، وعملت ميكسنج هنا ام، فانا مثلا عايز اوصل بنقطة اس، تمام. يعني انت هتبرد مثلا لو ده هيبرد واخد على سي على طول، فانت عارف ان ام وسي واحد والاس بتاعت الكولر كلهم على نفس الخط، فانت عارف ان ام وسي واحد والسيرفيس تمبريتشر بقى اللي هتبقى موجوده هنا تي اس كلهم على نفس الخط، تمام. بس والكي توتال عندك هنا مثلا الكيو هنا هي عباره عن الام دوت اللي مشيت في الخط ده في دلتا الاتش اللي هي اتش ار واتش سي واحد، ار وسي واحد، والخط التاني هو الام توتال بتاعته في اتش ار سي اتنين، الخط التالت ام توتال في اتش ار سي تلاتة، تمام. اخر حاجة معانا قبل ما نخش الحل هي different inside conditions. different inside conditions ان انا عندي تلات اوض مثلا او اوضتين، اوضة عايزة تبقى عندها الحرارة 20 بلاش 20، واحد كبير مثلا وعايز درجة حرارة 16،
بيحب يعمل التكييف على 16، والتاني مثلا لا والله انا حاسس ان في رطوبه ما اعرفش منين، مثلا مشغل غلايه ولا حاجه مطلع بخار ميه، فعايز مثلا عن درجه حراره معينه وميديفيكيشن معين. فكل واحد بيظبط التكييف بتاعه على ايه، على الكونديشنز اللي هو عايزها. طب دي بتتبني ازاي عندنا؟ طبعا متأسف يعني ما قدرتش ان انا انزل السكشن الاسبوع ده، بس يعني لو اي حد كان عنده سؤال حاجه مش فاهمها او حاجه يجي يسأل اشرح له في فويس، نعمل ميتنج اونلاين واشرح له فيها. بس يعني اسأله، يعني اسأله، ما يبقاش ان انت خلاص مش مهم وما تضايقش الباشمهندس مش عارف ايه، فلا اسأل عادي عشان خاطر ما تتزنقش في الفاينل يعني، او الدنيا صعبه معاك لو في حاجه مش فاهمها. أنا عندي نقطة واحد، وعندي هنا ده سيستم اتنين، أنا عايز خارج من ده R واحد وخارج ده R اتنين، آخد من الاتنين البرانش بتاعي أجيب نقطة R وأعمل ميكسينج مع الـ O عشان يطلع لي نقطة M، بعد كده أدخل عليها على السيستم بتاعي. طيب بعد كده أطلع عندي هنا نقطة C، أدخل هنا ماس واحد وأدخل هنا ماس اتنين، أو أدخل هنا ماس واحد وأدخل هنا ماس اتنين، تمام. طب السيستم بيعمل ازاي؟ ان انت عندك دلوقتي عندي في ار واحد وعندي في ار اتنين، تمام. دلوقتي في عندك طالما تو سيستم يبقى كل واحد ليه سنس ونيد فاكتور، صح كده؟ فعندي خط السنس ونيد فاكتور اهو مثلا، وعندي خط السنس ونيد فاكتور اهو مثلا. تقاطع الخطين ببعض دول هو نقطة سي، عشان انت عارف ان نقطة سي موجودة على الخط ده، نقطة سي موجودة على الخط ده، فلما الخطين دول يقابلوا بعض جبت نقطة سي. طيب جميل جدا، انا دلوقتي عندي نقطة O. طب نقطة R بقى اللي هنا، انت عارف ان نقطة R هي ميكسنج مع حاجتين، عندي R واحد و R اتنين بينهم R، صح؟ بعد كده خدت R دي وعملت لها ميكسنج مع O جبت نقطة M، صح؟ فانت عارف ان نقطة R موجودة بين R واحد و R اتنين، معتمدة على ايه؟ معتمدة على الماسز دي، تمام؟ يعني مثلا الماس بتاعت واحد بتساوي الماس بتاعت اتنين، فخلاص والله انا عندي هنا دي موجودة في النص. اعملها ازاي؟ ان انت عندك هنا n روت واحد اتش ار واحد زائد n روت اتنين اتش ار اتنين تساوي m دوت توتال في اتش ار، ده افضل حاجة تعملها. خلاص انت معاك الماسز ومعاك الارات واحد واتنين، تقدر تجيب مين؟ الار، وكده ام روت توتال بتساوي دي زائد دي، فالتناجل الوحيد عندك هو نقطة ار، فجبت ار هنا اوصل او بار، فجبت ام موجودة هنا على الخط ده، تمام؟ جبت نقطة ام برضه، هسوديك ايه في المسألة؟ ساعتها ممكن توصل او ام بسي بقى عن طريق مثلا في كولينج ولا حاجة، ووصل نقطة اس. طيب الفكرة ان هو ساعات لما بيجي يبرد من ام لسي مش هيقطع خط ال 100%، ساعتها بيعمل ايه؟ بيضطر ان هو يبرد نقطة زي واحد، ادي نقطة هنا كده ده اس، يبرد من ام ل اس نقطة واحد في حتة هنا يمشي بيها هوريزونتال لحد نقطة سي، فاهم؟ عشان هو لو وصل بام ل سي على طول مش هيقطع خط ال 100%، فعشان كده بيلجأ ان هو يبرد كده بعد كده يروح مسخن. تمام، هنحل مسألتين، مسألة 5 ومسألة 18. شيل ده كبير، حاول انت مهم، حاول تحل المسائل اللي فيه كلها، بص على الامتحانات، لو في حاجه برضه زي ما قلت لك استمع عليها. طيب مسألة 5 بيقول لي انا عندي نقطة O مديني عندها درجة حرارة 38 وويت بالب تمبريتشر 23، فلو انا هرسم كده الشارت بتاعتي دي، خلينا نرسمها هنا، عندي نقطة O ب 38 و ويت بالب تمبريتشر 23، فأنا عملت خط الويت بالب كده وخط الدراي بالب كده جبت نقطة O، تمام. بعد كده دي نقطة R 25 درجة و 50% فاي، 25 درجة و 50% فاي جبت نقطة R أهي، أجي مثلا أوصل نقطة O بنقطة R، جميل. بعد كده مديني Q توتال، Q توتال تساوي 45.59 كيلو وات. طيب مديني ايه تاني؟ بيقول لك انا سبت الكولينج كويل عن درجة حرارة 10
بس انا عامله ازاي اصلا الاول الرسمه بتاعتها من عندي دلوقتي كده. في عندي هنا ده سيستم وده سيستم تمام، وعندي دلوقتي ألف سبيس خارج من نقطة R، خد منها في الباست هنا أدي R كده، وعندي هنا ده خارج واحد هيعمل ميكسينج واحد و R هيجتني اتنين، واتنين بتخرج من عندي هنا نقطة C جميل. وعندي هنا داخل M، عندي هنا أهو. طيب واحدة واحدة بقى، قال لك هنا أنا عندي إن الماس بتاعت الفريش للريتيرن بيساوي بعض، يعني عشان خاطر لو يعني أنا عندي نقطة O ونقطة R ونقطة M موجودة في النص، في أي نقطة هجيبها أعملها بالأزرق عشان تبقى عارفين إيه دي نقطة أنا استنتجتها من المسألة. في نقطة M موجودة بين O موجودة في نص المسألة بالظبط، عشان قال لك إن الماس متساوي. طيب قال لك هنا هو هيسيب الكولينج كويل عند درجة حرارة 10 لفايف وتسعين في المية. فأنا عندي دلوقتي الكولينج كويل هو نقطة واحد عند فايف بعشرة، فاهم كام؟ درجة برد بعشرة وفايف وتسعين في المية. فأنا عندي دي كده دي نقطة واحد، خلينا نقيس عشان دي هو جيفن في المسألة، أدي نقطة واحد. جميل، أنت عارف أصلا إن أنت بردت من ام لواحد، فأنا ممكن أوصل ام بواحد، أدي كده إيه؟ دي نقطة واحد. جميل. طبعا ده ستريت لاين بس عشان مش عارف ارسمه، فعندك هنا ده دي نقطة اس. خلينا نكمل، بيقول لك ان الميكسر بتاعي هيطلع دراي بلب 15 وهيت 22، يعني لما هعمل ميكس بين واحد وار هطلع نقطة اتنين، فانا محتاج ان انا اوصل نقطة واحد بار كده تمام. نقطة اتنين موجودة هنا، قال لي هنا دلوقتي ان الميكسر هيطلع دراي بلب 15، دراي بلب 15 اهي دي نقطة اتنين، يعني انت عندك دلوقتي انا عندي ادي واحد وادي ار، ادي ار وادي واحد، اوصلهم ببعض نقطة اتنين موجودة في حتة هنا، وبعد كده اتنين دي سخنتها وصلت لنقطة سي تمام. فانت عندك الخط ده موجود عليه نقطة اتنين بس، فقال لي هنا هيت 22، فانا الميكسر جاب لي، خلينا بس نمسح دي كده، الميكسر جاب لي قال لي هنا نقطة 2، قال لك انا بعد ما عملت ميكسنج بقى 15، بعد كده رحت مسخن لحد 20، فادي خط ال 20 هسخن هوريزونتال لاين بقى لحد خط ده، فادي نقطة سي، ادي ار وادي سي، لو وصلت الاثنين ببعض تقدر تحسب السنسنجيت فاكتور. جميل. طيب ممكن نمسح ونرسمها أكبر شوية عشان تبقى باينة. أدي O وأدي R وأدي M في نص المسافة زي ما قالك، وأدي مديك نقطة واحد، فهوصل ده بده مثلا، أدي S وادي نقطة واحد هو مديها لك هنا، هوصل دي وقال لك نقطة اتنين اهي، بعد كده هسخن نقطة اتنين لحد نقطة سي، وبعد كده سي دي هوصلها بقى عادي تمام. طيب جميل كده، انت رسمت المسألة كلها. هو دلوقتي مديك كيوتو، ده الكيوتو دي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الام دوت توتال اتش ار ناقص اتش سي. انت معاك اتش ار معاك اتش سي، ده بتحسب مين؟ ام دوت توتال. طيب لو طلب منك السنسبيليتي فاكتور، السنسبيليتي فاكتور كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي كيو اس مع كيو توتال. طيب اسهل حاجه للكيو اس هتساوي الام دوت توتال في دلتا الاتش على الهوريزونتال لاين، يعني دلوقتي انا عندي اللي عندي دلوقتي سي وادي ار، لو مديت ده هورزونتال لاين كده تمام، دي كده اجيب منها الاتش اس تمام. لا دلوقتي عندي سيبك من الخطين دول، همد هورزونتال لاين كده، فانت خلاص قلت ده سنسبيليتي فاكتور، فتجيب اتش بتاع ده واتش بتاع ده تطرحهم من بعض في الام دوت، تجيب سنسبيليتي.
طيب مش عايز اعمل كده ايه من التوتال في السي بي ايه في دلتا دراي بالب تمبريتشر اللي هو الدرايفر تمبريتشر بتاعتهم هنا. جميل. عايز تعملها بالرجع زي ما بتفتكر، كنت بقول لك مثلا السنس ويت فاكتور بتساوي 1.2، كنت تعمل ايه؟ بتقول لي والله ان هو 12 على 10 فهمش 12 في كاتشات وهطلع 10 كاتشات فجبت السنس ويت فاكتور. طب ده بالعكس بقى، هو اداك النقطتين هتعمل ايه؟ هتروح انت عامل الخط بتاعك ده كده وتقيس دي الاتش بتاعتها بكام وتشوف الاتش بتاعها بكام. هو كده انت معاك نقطه سي ومعاك نقطه ار، محتاج بس تقيس الاتش دي اللي هي هنا دي. تمام. فتبقى حسبت مين؟ السنس ويت فاكتور بتاعك. طيب هو متوقع اصلا السويت فاكتور هنا عامل ازاي؟ دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، فتلاقيها ان هي اقل من الواحد، فممكن اصلا ان انت تلاقي عندك هنا النقطه بتاعتك اللي هي الريفرنس اللي قلنا عليها. تمام. هتوصل نقطه ار بي سي، خلاص انت عارف الخط ده، هتروح عامل بارل ليه، ممكن تلاقيه على طول السنس ويت فاكتور على الشارت اللي هي متركمه هنا اللي عندك هنا ده 1.36، فتقول على طول السنس ويت فاكتور بكام. ما توصلش الار بي سي تقول له بكام، لا السنس ويت فاكتور الخط اللي هنا ده مرسوم ريفرنس للنقطه اللي هو عندك في الشارت، فترسم بس بارل ليه وتروح تشوفه بكام. المره اللي فاتت كان هو مديك السنس ويت فاكتور، فكنا بنرسم من الريفرنس وبنرسم بارل ليه قطع نقطه ار. طيب ايه تاني عايزه في المساله؟ عايز الفوليوم فلو ريت بتاع نقطة O. فانت عرفت، هل انت عرفت الماس توتال؟ جميل. فعشان خاطر اجيب الفوليوم فلو ريت بتاع O محتاج اجيب الماس فلو ريت بتاع O. انا اصلا ما اعرفش الماس فلو ريت اللي ماشي هنا كام، انت عارف التوتال اللي هو ماشي هنا ده كده التوتال، بس في هنا جزء باي باس، فمحتاج اجيب الماس باي باس الاول عشان اقدر اجيب بقى منها مين؟ ان انا معايا الماس توتال والماس باي باس اللي هي جت هنا دي، اطرحهم من بعض جبت الماس اللي مشيت هنا في السيستم اللي هي هي قالك هي بتاعته. يعني لو قلنا ده ام توتال صح كده، رميت منه حبه فلقيت عندي هنا اللي نازل تحت ده هو ام دوت توتال ناقص ام دوت او، رميت منه حبه هنا ام دوت باي باس نزل عندي هنا ام دوت توتال ناقص ام دوت او ناقص ام دوت باي باس. هاجي هنا ازود او في عندي ام دوت توتال في الخط ده ام دوت توتال ناقص ام دوت باي باس، تيجي هنا تزود الباي باس بقى عندك ام دوت توتال تاني. فانت اللي معاك لحد دلوقتي هو ام دوت توتال، محتاج تعرف الباي باس بكام مش هتعرف تجيب ام دوت بكام. والحاجه التانيه اللي انت عارفها ان انت عارف ان ام دوت توتال ناقص ام دوت او ناقص ام دوت باي باس بتساوي ام دوت او. تمام. انا قال لك ان الماس دي تساوي الماس اللي داخل. فدلوقتي انا محتاج اجيب الماس بتاعت الباي باس. الماس بتاعت الباي باس دي جت منين بقى؟ لو جيت اقول لك هات لي ام دوت ال على ام دوت اللي ماشيه في السيستم ده كله اللي هي يعني عندك ام دوت ام لا ام ايه سوري ام دوت او على ام دوت ام، يعني جزء الاو بالنسبه لام كنت بتقول لي بيساوي ايه؟ يعني عايز الماس بتاعت او، كنت بقول لك هي ام ار على الاو ار صح كده؟ لما بقول لك عايز الماس بتاعت او بتاعت الخط ده كله، فبتقول لي والله الماس بتاعت او اللي مشاركه فيها هي عباره عن الام ار الذراع البعيد على الاو ار كلها صح؟ طب انا عايز اقول انا عايز الام دوت باي باس تمام على الام دوت توتال. اشمعنى قلت على توتال؟ عشان انت عندك الام دوت باي باس داخله هنا تعمل ميكسنج مع ده يخرج هنا مين؟ ام دوت توتال. فنسبه الباي باس دي للتوتال قد ايه؟ يبقى عندك خط ار واحد واثنين، فين ار واحد واثنين؟ ادي الخط ده، ادي ار واثنين واحد، عايز ام دوت باي باس، باي باس دي ماشيه فين؟ ماشيه في ار. يعني لما يقول لك عايز ام دوت باي باس اكنه عايز ام دوت ار، فيبقى هي خط واحد اتنين على واحد ار. تمام. واحد اتنين لواحد ار هيجيب لك الماس بتاعت ار مقارنة بالماس التوتال. طيب هل انت معاك نقطة واحد اتنين؟ معايا واحد اتنين، معايا واحد ار، ومعايا ام دوت توتال، جبت مين؟ جبت ام دوت باي باس.
طيب بعد انت ما جبت الام لوب باي باس فانا معايا ام دوت باي باس ومعايا ام دوت توتال، فانت عارف ان توتال ناقص باي باس دي ام دوت توتال ناقص ام دوت باي باس هيساوي ام دوت او على الاثنين، قصدي بيساوي 2 ام دوت او. جبتها منين دي اللي هم بيساووا 2 ام دوت او؟ دلوقتي هو قال لك اللي داخل هنا ده ام دوت توتال ناقص ام روت او ناقص ام روت باي باس، قال لك بيساوي اللي في اخر من الفريش يساوي ام روت او. فدي الناحية التانية هتلاقي ان ام روت توتال ناقص ام روت باي باس هيساوي 2 ام روت او. دي جبتها، ودي جبتها اجيب مين؟ ام روت او. او بعد كده عايز الفوليوم في الريب بتاعه هيساوي ايه؟ الفوليوم في الريب بتاعه هيساوي ام روت او في السبيسيفيك فوليوم بتاعه. دي تيجي منين؟ انت خدت السبيسيفيك فوليوم في الشورت. جميل جدا. اخر حاجه محتاجها محتاج الكيو ريف، ودي نركز فيها شويه. الهيتنج هي ام نوت دلتا اتش وخلاص، بس عندك هنا الكيو ريف بعد ام واحد، فهي عباره عن كيو ريف. الماس اللي ماشيه هنا هي ام نوت توتال ناقص ام نوت باي باس، مش كله، في دلتا اتش اللي هو اتش ام ناقص اتش واحد. هل بس كده؟ لا، في عندي ناقص ام دوت توتال ناقص ام لوب باي باس في دلتا الابساي اللي هو عندك ابساي ام ناقص ابساي واحد في سي بي ووتر في تي ووتر. جميل جدا. تي ووتر دي اللي هي مين؟ اللي هي درجة حرارة السيرفس اللي هي تي اس. معاك تي اس، معاك سي بي ووتر ب 4.18، دلتا الابساي معاك، ام لوب معاك. ايه ده كده؟ هو عبارة عن كأنه بيقول لك الام دوت ووتر، قلنا الام دوت ووتر هتساوي الام دوت اير دلتا الابسول. ايه هو الام دوت اير بتاعي؟ هو عبارة عن الماس توتال ناقص الماس باي باس، ده الام دوت اير. ايه دلتا الابسول؟ ابسول ناقص ابسول واحد. تمام؟ عايز بعد كده بالتنر ريفرجن تقيس معاها 3.517. عارف ان ممكن يكون رتم الحل سريع ومحتاج تقف شوية، فمعلش ممكن تقف تعيدها، تبطئ الفيديو لما انت بتسرعه مثلا. المسألة التانية معانا مسألة 18، بيقول لي أنا عندي نقطة O بخمس درجات و فاي ب90. عندي كده نقطة O بخمس درجات وفاي ب90، أدي نقطة O. تمام. مدي نقطة R ب25 وفاي ب50، أدي نقطة R. أوصل O R. بعد كده بيقول لك أنا عندي Q sensible heat loss، فأنت عندك Q sensible heat loss يعني بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف 174.45. طيب قال لك الكيو ليتنت جين، فالكيو ليتنت ببوزيتيف 95.63. طيب لو جيت اقول الكيو توتال هي كيو اس زائد كيو ال، فكان بيقدر يطلع بالنيجاتيف. ما علينا. لو جيت اقول لك انا عايز السنسبل هيت فاكتور فهو تساوي كيو اس على كيو توتال. تمام. هيطلع بكام؟ هيطلع ب 2.2، يعني تساوي 22 على 10. طيب فانت عارف دلوقتي ان انا هي ليه بوزيتيف؟ عشان خاطر عندك كيو سنسبل نيجاتيف والكيو توتال لما تيجي مع ده وده يطلع نيجاتيف برضه. ف 22 على 10 انت محتاج، خلينا ممكن نقول ان مثلا 11 على 5، فانت محتاج تمشي يمين 11 في الاتش وتطلع لفوق 5. تمام. ادي ده ايه؟ سوري سوري، ايه اللي بقوله؟ انت عندك هنا لو جينا 11 على 5 دي، فالكيو السنسور بتاعتك بتساوي 11 والكيو الليتنت هتساوي نيجاتيف 6. عشان انت عندك هنا عندك هي كيو سنسبل على كيو سنسبل زائد كيو ليتنت، كانت عندك كيو سنسبل قلنا ب 11 يبقى كيو ليتنت لو دي ب 11 يبقى دي بكام؟ يبقى نيجاتيف 6. فانت هتلاقي نفسك ان انت هتمشي يمين 11 تنزل لتحت 6، هتوصل ده بده
انت عارف ان نقطة سي موجودة على الخط ده، معرفش هي فوق ولا تحت بس. جميل ماشي. قال لك هنا ventilation required of 10.972 متر كيوب بير سكند اوف فريش اير، فهو اداك الفوليوم فري ريت بتاعه 17.972. جميل جدا. طيب ايه تاني مديهولي؟ قال لك ان ام هيتد باس رو اير واشر ويز باي باس كنترول زين هيتد. يعني المسألة عاملة ازاي عندي؟ المسألة عندي عاملة دلوقتي عندي ام دي ادي ام اللي هي عملت ميكسنج بين ار واو، عدت على هيتر سخنت وبعد كده عدت على باي باس على وشر. يعني ادي باي باس وانا عندي اتنين وشر. تمام. فده عندي هنا دي نقطة واحد، واحد هتعدي هنا تخرج من هنا اتنين، بعد كده واحد نفسها تيجي من فوق فتخرج من نقطة سي، ولا هعمل حاجة تاني؟ لا هعمل هيتنج تاني، فتخرج نقطة تلاتة، بعد كده نعمل هيتنج تاني تخرج من نقطة سي. تمام ماشي جدا. قال لك انا عندي هنا التي سبراي 25 درجة، يعني بيقول لك والله انا عندي تي سبراي ده تي سبراي بتساوي 15 درجة. قال لك الديفيوجن تمبريتشر بتساوي 10 درجات. تمام. قال لي الافشنسي بتاعت الوشر بتساوي 75%. تمام. اول حاجة ادالك قال لك الديفيوجن تمبريتشر ب 10 درجات. جميل كده. طيب خلينا نبص دلوقتي، احنا قلنا احنا مش عارفين فعلا السي فوق ولا تحت، بس المفروض ان احنا نعرف ازاي. دلوقتي هو مديك الكيو، يعني احنا لما نجيب سنسوريت فاكتور برقم زي ده احنا مش عارفين والله هو 22 على 10 ولا نيجاتيف 22 على نيجاتيف 10، بس احنا المساله هنا عارفينه ان انت عارف هذه نقطه سي، فانت نقطه سي حصل فيها لوس بنيجاتيف كده، وبعد كده حصل فيها نيجاتيف بوزيتيف، فانت عارف انت مشيت شمال عشان تسنسبل لوس، وبعد كده ليه تنتهي فطلعت لفوق، فانت عارف ان نقطة ار تبقى هنا نقطة سي تبقى هنا، نقطة ار فوق نقطة سي تحت، فانت عارف ان نقطة سي موجودة في الحتة اللي تحت دي. دي أول معلومة أنا عرفتها، أنا عارف خلاص سنسور فاكتور هو الخط بتاعه وعارف إن سي تحت. قال لك هنا الديفيوجن تمبريتشر ب 10، يعني تي ار ناقص تي سي الأبسوليوت بتاعهم بيساوي 10. أنا دلوقتي عارف نقطة ار صح؟ وعارف إن سي تحت، فأنا عرفت إن نقطة سي موجودة هنا. جميل. جبت نقطة R وجبت نقطة C ومعايا Q total، فطبعا معايا Q total، Q total كان بتساوي M dot total في HR ناقص HC. Q total هتبقى بنيجاتيف، HR و HC هتلاقيها برضو R ناقص C بتساوي نيجاتيف برضو، عشان HC هتلاقيها ساعتها أكبر من HR. يعني خلينا نرسم كده. أنا دلوقتي عندي ادي او وادي ار وادي سي، هتلاقي دي اعلى من دي، دي او وادي سي. جميلة. فدلوقتي معايا اتش ار ناقص اتش سي هتلاقيها نيجاتيف وكي توتال هتلاقيها نيجاتيف، هتجيب مين؟ الماس توتال. طيب بالنسبة لنقطة او انا معايا خط سبيسيفيك فوليوم كده اهو، هقدر اجيب مين؟ ام او. فانا عندي ام دوت او على ام دوت توتال، الـ O على الـ total هو طبعا الـ mixing M، فهيساوي RM على الـ RO. الـ masses معاك، معاك RO دي بكام؟ يعني الـ RO دي معاك تجيب إتشات أو إبصال أو temperature اللي أنت عايزه. تمام؟ هتروح جايب من الـ ratio دي مين؟ نقطة M موجودة فين؟ أدي نقطة M أهي، جبنا نقطة M. بعد كده قال لك M دي هعديها على هيتر، فانت عارف والله انا عندي على هيتر ان هي خط ايه؟ هوريزونتال كده وموجوده يمين. جميل ماشي. وبعد كده قال لك انا هرش ميه بسبراي ده حرارته 15، فانت عارف ادي الويبر بتمبريتشر بتاعت السبراي تي
دي سبراي بتساوي 15، خط كونستانت اتش وانزل لتحت كده. جميل جدا. طيب بعد كده قال لك هسخن لحد نقطة سي، فانت عارف ان نقطة سي كده في حاجة هتجيلها من الشمال تسخين كده، صح كده؟ تمام. نرجع بقى نشوف في المسألة المفروض تبقى النقط بتاعتي موجودة فين. أنا عندي نقطة واحد ونقطة اتنين ونقطة تلاتة. تمام. أول حاجة إن أنت عندك من إم الواحد هتسخن، فأنت عندك خلينا نمسح شوية الكلام ده. أنت عارف أدي إم وأدي واحد، هتروح مسخن كده. بعد كده تروح ماسك واحد دي وتروح رشش ميه لحد نقطة اتنين. جميل. بعد كده تعمل ميكسنج من واحد واتنين لحد نقطة تلاتة. بعد كده تلاتة دي تروح ماسكها تروح مسخن بيها لحد نقطة سي. تمام كده. طيب خلينا ننزل دي لتحت شوية. سي خط الهيتنج اهو، ده خط السبرينت. طيب فانت عارف ان خط التقاطع خط السبراي مع خط الواحد ام هيديك نقطة واحد، يعني تقاطع الخط ده مع خط السبراي ده نقطة مين؟ واحد. ادي اول نقطة. طيب انت عارف ان تقاطع نقطة سي خط سي مع خط السبراي هيدي نقطة مين؟ هيدي نقطة تلاتة، فتقاطع خط مع خط ده دي نقطتين تلاتة. طيب نقطة اتنين بقى موجودة فين؟ ما هو نقطة اتنين دي أقدر أجيبها عن طريق حاجتين، يا إما أقول له والله الإم دوت باي باس على الإم دوت توتال. خلي بالك من البسط والمقام بتاعك، أنت البسط ده هو الريشيو اللي أنت مشيتها، المقام هو لازم نتيجة الميكسينج. بمعنى انا دلوقتي ده كان ام دوت توتال صح، فصلتهم بقى عندي ام دوت باي باس واتجمعوا تاني بقى ام دوت توتال، فام دوت باي باس على ام دوت توتال. طيب لو انا كان من الاول المساله دي كان في باي باس هنا، بس انا كنت واخد من الام دوت توتال برانش وعامله كده، فهي الام دوت باي باس على الام دوت اللي اتجمعت هنا. ليه؟ مثلا ام دوت توتال ناقص ام دوت حاجه موجوده. تاني انا دلوقتي عندي في خط ميكسينج كده، ادي ده وادي ده وطلع لي ده، فلما اجيب ريشيو واجيب ريشيو من واحد من دول على ده، مش دايما تقول لي اما كذا على اما التوتال، مش دايما هي اما التوتال، هي دايما بتبقى نتيجه الميكسينج. يعني والله انا عندي مثلا جبت 200 كوبايه شاي بلبن، فما تقولش والله نسبه الميه بتاعت الشاي عن نسبه الميه اللي في الغلايه، لا يعني نسبه الميه اللي موجوده في الكوبايه اللي اتصبت. انت حضرتك قد ايه شاي قد ايه لبن مثلا؟ فهنا هي الام دوت باي باس اللي هي عدت على الام دوت اللي اتجمعت هنا، اللي هي تبقى مين؟ هتبقى توتال. خلاص هي اللي ماشيه هنا خلاص بقت توتال، مفيش ماس ثانيه في السيستم هربانه مني او في ماس ثانيه معمول لها باي باس. فالام دوت باي باس على الام دوت توتال هتساوي مين؟ باي باس ده لو نقطه واحد، فالام دوت واحد عندك 2 3 على 1 3. طيب هو هنا في المساله حاجه من الاثنين، يا اما بيبقى مديك الماسز تقدر تجيب منها الريشيو، يا اما انت تقدر تجيب الريشيو دي وبعد كده تروح تجيب الماس. وهو مديك هنا ايه؟ مديك والله بيقول لك الافشنسي بتاعت الوشر بتساوي 75%. طب هو الوشر ده انت بترش من واحد لاتنين بس ما وصلش لحد التي سيرفس، فاحنا قلنا الافشنسي هي مين؟ هي واحد اتنين على الواحد سيرفس كلها، فواحد اتنين على الواحد سيرفس. واحد سيرفس ده انت عارف عنده التمبريتشرز، فانت عندك هنا لو هنقول إبساي عندك إيه؟ إبساي 2 ناقص إبساي 1 على إبساي إس ناقص إبساي 1، معاك إبساي إس معاك إبساي 1 معاك إبساي 1 ومعاك الإفشنسي لو مدالك بوينت 7.5 تقريبا ولا كام؟ مدالك بوينت 7.5، فمعاك الإبسايز كلها ومعاك دي تقدر تجيب مين؟ إبساي 2. وانس إن أنت جبت إبساي 2 اللي هي خط هوريزونتال كده من هنا، تروح جايب مين؟ نقطة 2. تمام. معاك نقطة واحد وتلاتة واتنين، هل أقدر أجيب الماس باي باس على الماس توتال؟ أه قلنا والله الماس باي باس على الماس توتال هي الضلع اتنين تلاتة على الضلع واحد تلاتة.
عرفت اجيب مين الماس باي باس يعني. طيب ايه اللي طالب في المساله بقى؟ اول حاجه طالب عندك الماس فلو ريت توتال، دي جبناها في الاول خالص، احنا معانا اتش ار واتش سي معانا كيو توتال. طيب طالب بعد كده التمبريتشر بتاعه الهيتنج كويل. طيب انهي او قال لك عايز التمبريتشر بتاعه البريهيت كويل، ده اسمه بريهيت وده اسمه ريهيت، تمام؟ طيب فالبريهيت كويل عايز التمبريتشر بتاعته عايز تمبريتشر واحد، فالتمبريتشر واحد خلاص جدا. طيب لو كان مديني للهيت كويل ده افشنسي، فانت عندك والله الافشنسي بتاعت الكويل كانت هتساوي ايه؟ تسخنت من نقطه ام لنقطه واحد بس بفكك توصل لنقطه هنا اللي هي السورس واحد مثلا، فالافشنسي اللي هي ام واحد اللي انت عندك على الام اس واحد اللي هي النقطه اللي انت فعلا سخنت من ام لواحد بس هفكك تسخن لحد اس واحد، فدي على دي كلها دي الافشنسي بتاعتك. بس هو انا ما ادكش افشنسي للهيتر ده فخلاص يبقى التمبريتشر السيرفيس بتاعته هي تمبريتشر واحد، فدي خلاص احنا جبناها، احنا جبنا نقطه واحد. طيب بعد كده عايز الام دوت باي باس على الام دوت توتال، ريشيو باي باس للتوتال، فخلاص انت حسبتها اللي هي 2 3 على 1 3. جميل. بعد كده عايز الام دوت ووشر. طيب الام دوت ووشر دي بتساوي ايه؟ يعني الميه اللي انت رشتها في الوشر، احنا خلاص قلنا قبل كده ان الام دوت ووتر هتساوي الام دوت اير دلتا ابساي. الوشر ده يعني ابساي 2 ناقص ابساي 1، فعندي هنا ادي ابساي 2 ناقص ابساي 1. ام دوت اير بقى اللي عدت فيها هي مين؟ هي عباره عن الام دوت توتال ناقص الام دوت باي باس. ما تخليش الماسس في المساله دي تبوظ لك المساله عشان دايما متاكده وبتلخبط، فخليك دايما ايه؟ اكتب القانون وبعد كده عوض بقى والله القانون ده ماس مين ناقص ماس مين ولا التوتال ولا انهي ماس معايا. بعد كده عايز الكيو بتاعت التو هيتر، فانت عندك الكيو بتاعت الهيتر في الاولاني هو الام دوت توتال في اتش واحد ناقص اتش ام، والهيتر التاني هو ام دوت توتال في اتش سي ناقص اتش 3. بس المسألتين دول زي المسائل كتير في الفاينل، بتبقى كبيرة كده ورخمة ومتبقاش عارف تعمل ايه ورايح يمين وشمال وعمال ترسم في خطوط، وبعد كده بتقعد تحط البوينتس بتاعتك، فحاول تحله اكتر، ولو في اي سؤال ان شاء الله اسأله. بس شكرا.